أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة جديدة من حصص اللغة العربية الخاصة بالمستوى الخامس ابتدائي، الوحدة الثامنة، مكون التراكيب بعنوان العطف. أتأمل وألاحظ الجمل التالية: حضر المعلم والتلاميذ، دخل محمد فعلي، قرأت القصة ثم المجلة، سأسافر يوم السبت أو الأحد. أتحب لعب كرة القدم أم كرة السلة؟ احتفظ البخيل بماله حتى الدراهم، دامت الرحلة شهورا بل أعواما. لاحظوا معي هذه الأمثلة، هناك كلمات كتبت بلون مغاير، ما نوعها؟ جيد، إذن هذه عبارة عن حروف أو أدوات. إذن الواو والفاء وثم أو أم حتى بل هي حروف العطف. إذن سنحلل هذه الأمثلة وفق الجدول التالي. لدينا الجمل المعطوف عليه حرف العطف والمعطوف. إذن مع أول مثال: حضر المعلم والتلاميذ. لدينا المعطوف عليه هنا هو المعلم، حرف العطف الواو، المعطوف التلاميذ. المثال الموالي: دخل محمد فعلي. إذن المعطوف هنا هو محمد، حرف العطف الفاء، المعطوف علي. مثال موالي: قرأت القصة ثم المجلة. إذا المعطوف عليه في هذه الجملة هو القصة، حرف العطف ثم، المعطوف المجلة. المثال الموالي: سأسافر يوم السبت أو الأحد. المعطوف عليه السبت، حرف العطف أو، المعطوف الأحد. مثال موالي: أتحب لعب كرة القدم أم كرة السلة؟ إذا المعطوف عليه كرة القدم، حرف العطف هنا أم، المعطوف كرة السلة. مثال موالي: احتفظ البخيل بماله حتى الدراهم، المعطوف عليه ماله أو مال، حرف العطف حتى، المعطوف الدراهم. مع آخر مثال وهو: دامت الرحلة شهورا بل أعواما، المعطوف عليه هنا شهورا، حرف العطف بل، المعطوف أعواما. لاحظوا معي هنا، المعطوف عليه يسبق المعطوف، وحروف العطف الواو والفاء ثم أو أم حتى بل تتوسط المعطوف المعطوف عليه والمعطوف. انتبهوا معي إلى مثال: حضر المعلم والتلاميذ. المعطوف عليه هنا جاء فاعلا مرفوعا، والتلاميذ معطوف مرفوع، إذن أخذ الرفع من المعطوف عليه. المثال الموالي: دخل محمد، إذن محمد هنا جاءت أيضا فاعل، وعلي أيضا مرفوع، معطوف مرفوع بالضمة أيضا. قرأت القصة، هنا جاء المعطوف عليه منصوبا لأنه مفعول به، والمعطوف أخذ حركته أيضا وجاء منصوبا. إذن من هنا نستنتج ما يلي: العطف هو اتباع لفظ لسابقه بواسطة حرف عطف، المعطوف عليه هو الذي يسبق حرف العطف ويعرب حسب موقعه في الجملة، وقد يأتي فعلا أو اسما أو جملة. المعطوف هو الذي يلي حرف العطف ويعرب معطوفا، وقد يأتي مجرورا أو مرفوعا أو منصوبا،
حسب موقع المعطوف عليه في الجملة. حرف العطف هو الذي يتوسط المعطوف عليه والمعطوف. حروف العطف: لدينا الواو يفيد مطلق الجمع، مثال: نام عمر وسليم. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، مثال: نام عمر فسليم. ثم تشير إلى الترتيب مع التراخي، مثال: سافر عمر ثم سليم. أو للتخيير بين أمرين، مثال: تناول تفاحة أو موزة، تفيد أيضا الشك، مثال: هم أربعة أو خمسة، تفيد أيضا التقسيم، مثال: الجمل نوعان، اسمية أو فعلية، تفيد التفصيل، مثال: قوله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، صدق الله العظيم. حتى تشير إلى الغاية، مثال: نفذ الطعام حتى الخبز. أم تفيد الإضراب، مثال: هلا زرت مدينة أخرى أم أنت معتزل السفر؟ بل للإضراب، مثال: لا تصاحب الأحمق بل العاقلة. لكن تفيد الاستدراك، مثال: لم يسافر الأولاد لكن والدهم. لا تفيد النفي للعطف، مثال: أحضر دفاترك لا كتبك. إذن بهذا نكون قد أنهينا درس اليوم. شكرا على حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.